بسم الله الرحمن الرحيم. عمل جديد يقربنا للجنة. عمرك سألت نفسك أول ما صحيت الصبح كده، هو أنا عايش ليه؟ هو أنا مخلوق في الدنيا دي ليه؟ لو أنت عايز تاخد خطوة للجنة لازم تعرف أنت موجود في الدنيا ليه؟ والجنة اللي كلنا بنحلم إن احنا نروحها هي اتخلقت لمين؟ الله عز وجل أعد لينا الجنة وادانا أسباب كتير وادانا حاجات كتير وخلى الدنيا فيها اختبارات علشان نعدي الاختبارات دي علشان في النهاية ندخل الجنة. لكن هنا السؤال تاني، قعدت مع نفسك سألت نفسك انت مين؟ انت مين في الكون ده؟ انت أثرك ايه في الكون ده؟ انت ليك أثر واضح؟ لو حصل النهاردة ربنا يطول في عمر الناس كلها، لكن لو حصل النهاردة كان يوم النهاية وانك انت سبت الدنيا، انت عارف نفسك انك سايب أثر؟ الناس هتقول اه ده كان شخص بيعمل كده، ده كان شخص أخلاقه كويسة، ده كان شخص ما شاء الله من الناس المحافظة على الصف الأول في المسجد، اه ده كانت أخلاقها طيبة، ده كان صوتها ما بيكونش عالي في الشارع. هيتقال عليك ايه واثرك هيكون عامل ازاي؟ هتلاقي ناس كتير قافله على نفسها البيوت، غلابه محتاجين مساعدات، هيقولوا اه ده الشخص ده كان ربنا بيستخدمه انه يوصل لنا الخير. انت هتكون من انهي ناس في الناس دي؟ هيكون لك اثر في الدنيا دي، فلما تبدا تصحى كده بيومك تبدا تقول انا النهارده هحط اثر في الدنيا علشان خاطر الاثر ده يكون سبب يقربني خطوه للجنه. خلي ليك أثر في حياتك، ما تكونش شخص زائد على الدنيا، حاول يكون ليك أثر واضح لما تيجي تقابل ربنا يوم القيامة تلاقي الأثر ده هو سبب دخولك الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.